الخبر الثالث معانا عن مصادر أمنية قالت أن مسؤولة بوزارة الداخلية أن القوات المسلحة والأجهزة والشرطة وصلت حملة أمنية موسعة في محيط منطقة بئر العهد في شمال سيناء لملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في هجوم مسجد الروضة الدموي، وطبعا أيضا الذي راح ضحيته 305 شهيد منهم 27 طفل دون العاشرة، سنهم حوالي يتراوح ما بين 5 و12 سنة، فضلا عن إصابة 128 مصاب. وأضافت أن الحملة الأمنية المدعومة بالقوات الجوية تمكنت من تدمير عشرات البؤر الإرهابية بقصف جوي، فيما قتلت نحو 22 مسلحا مشتبه بتورطهم في الهجوم بعد أن قصفت الطائرات الحربية سيارتين دفع رباعي في صحراء الريشة المتاخمة للطريق الدولي في شمال سيناء. وأضافت المصادر أن الحملة الأمنية تجري بالتنسيق المباشر مع قبائل سيناء التي ساعدت في تحديد مواقع العناصر المسلحة الفارة من موقع الهجوم، والتي أظهرت تعاونا وثيقا بين القبائل وقوات الأمن لدحر أخطار الإرهاب وتطهير شمال سيناء من الخلايا الإرهابية. وأعتقد أن احنا معانا فيديوهات للغارات اللي قامت بها القوات الجوية، تعالوا نشوف جزء منها.